السلام عليكم. كل شيء في تفجيرات أربيل اليوم يدلل على أنها تشبه تلك التي ينفذها ناشطو القاعدة، ولكن هوية المنفذين لم تؤكد بعد خلا بيان غير موثوق يقول أن دولة العراق والشام تبنت التفجير، بيان يتقاطع مع ما قاله مستشار رئيس الحكومة من إمكانية أن تكون شظايا الأزمة السورية أصابت عاصمة أقليم كردستان. في هذه المسائية نتناول كيفية توقع العملية الانتحارية والأجواء التي جرت فيها، خصوصا أنها تأتي بعد انتخابات الإقليم. وفي ملفنا الثاني نتوقف عند خلافات تكبر بين أطراف المعارضة السورية في ضوء مؤتمر جنيف 2. فالمعارض كمال اللواني يكاد يطلب من رئيس الائتلاف المعارض أحمد الجربة الاستقالة، هذا فيما الرئيس بشار الأسد يستبعد أي دور أوروبي فاعل في مؤتمر جنيف 2. وفي ملفنا الثالث نتوقف عند القلق الإسرائيلي من التقارب الأمريكي الإيراني وتوجه إسرائيل إلى مقابلة هذا المسار بالانفتاح على دول خليجية. علمت الميادين أن 3 طلاب قتلوا في بلدة المالحة شمال دارفور أثناء تظاهرة ضد السياسات الاقتصادية. في المقابل أعلن المؤتمر الوطني الحاكم في السودان رفضه للمذكرة التي تقدم بها قياديون في الحزب وتطالب الرئيس السوداني بالتراجع عن السياسات الاقتصادية الأخيرة. قتل 3 أشخاص وأصيب 15 آخرون في اشتباكات بين أهالي منطقة العياط ومن يعرفون بالبلطجية في محافظة الجيزة. وأفاد مراسل الميادين أن المواجهات أسفرت عن تحطيم 15 متجرا وقد اندلعت بعد أن حاول البلطجية فرض أتوات في المنطقة. أعلن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن حق إيران في تخصيب اليورانيوم غير قابل للنقاش. وفي مقابلة مع شبكة ABC الأمريكية قال ظريف أن إيران مستعدة للتفاوض ولم يكن لديها على الإطلاق أي هدف عسكري من نشاطاتها النووية. ترأس الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة أول اجتماع لجلسة مجلس الوزراء منذ بداية العام الحالي بحسب ما أوردت وكالة الأنباء الجزائرية. تجدر الإشارة إلى أن بوتفليقة كان قد غاب عن الساحة السياسية الجزائرية في الأشهر الأخيرة لدواعي صحية. في هجوم هو الأول من نوعه في أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق منذ أيار مايو عام 2007 قتل 6 أشخاص وجرح أكثر من 60 في سلسلة تفجيرات ضربت مجمع وزارة الداخلية في أربيل. آخر بقعة آمنة في العراق تهتز، 5 انفجارات واشتباكات مسلحة في قلب أربيل، الهدف مقرات الأمن الكردي ووزارة الداخلية، والحصيلة العشرات بين قتيل وجريح. عدد الضحايا بلغ 62 ما بين قتيل وجريح، بينهم حالات خطرة وهم في غرف العمليات، وهناك مواطنون تبرعوا بالدم لإنقاذ الجرحى. سيارات مفخخة يقودها انتحاريون، أحدهم يرتدي زيا عسكريا، تنفجر أمام مقر الأسايش ووزارة الداخلية. عبوات ناسفة تنفجر بالتزامن مع محاولة مجموعة مسلحة اقتحام مبنى الأمن العام، لتتصدى قوات الأمن الكردية لهذا الهجوم الذي استهدف مربعا أمنيا يضم مقارا تمثل مركز السيطرة الأمنية على الإقليم. كانت 3 انفجارات بالقرب مني، إحداها كانت بسيارة إسعاف، ثم هاجمونا بالقنابل اليدوية ونحن قمنا بالرد عليهم بالنار، ثم وقع انفجار آخر. وزارة الداخلية في حكومة الإقليم تقول إنها أحبطت عملية اقتحام مديرية الأسايش العامة في مدينة أربيل عبر انتحاريين، الأول فجر نفسه أمام مديرية الأسايش العامة والآخر حاول التسلل إلى المبنى، لكن حراس المديرية أحبطوا العملية وقتلوا الانتحاري. ووجهت السلطات الأمنية نداء إلى المواطنين بضرورة الابتعاد عن موقع الانفجارات تحسبا من وقوع هجمات أخرى، فيما فرضت إجراءات أمنية مشددة وأغلقت المنافذ المؤدية إلى أربيل ومنعت الدخول إلى المدينة والخروج منها. يقول محافظ أربيل أن الوضع الأمني في المدينة التي يقطنها قرابة 1.5 مليون نسمة تحت السيطرة بعد عنف الهجمات التي تعرضت لها أكثر المدن العراقية استقرارا منذ 6 سنوات. محمد كريم، أربيل، الميادين.
ومن أربيل ينضم إلينا عضو البرلمان الكردستاني وعضو الحزب الديمقراطي الكردستاني السيد عبد السلام برواري. أهلا بك سيد برواري. ليس استثنائيا أن يستهدف العراق بتفجيرات، المكان هو الاستثنائي. هل يمكن القول أنه فخر كردستان العراق، واحة الأمان في المحيط المتفجر حولها قد ضرب؟ لا، أنا في الحقيقة يعني لعلم المشاهدين منذ آخر عملية في 2007 لم تتوقف محاولات تنفيذ عمليات إرهابية في إقليم كردستان، ولكن يقظة أجهزة الأمن وتعاون المواطنين معها أفشل أكثرها بل معظمها. لذلك أنا أتصور من الصعب جدا على أي جهاز أمني أن يمنع قيام ناس يريدون أن يموتوا من القيام بمثل هذه المحاولة. مع الأسف الشديد فقد 6 من المواطنين ومن منتسبي أجهزة الأمن حياتهم، ولكن يمكن لنا كما ذكر تقريركم أن نعتبر أجهزة الأمن ناجحة في التصدي، لأنه الأول حاول أن يدخل وفجر نفسه، ثم حضر 4 مسلحين ومدججين بكافة وسائل التفجير وبدأوا بإطلاق النار وتم إيقافهم. أيضا الضحايا حدث عندما جاءت سيارة على شكل سيارة إسعاف أمبولانس وتفجرت هناك بعد أن تجمع أفراد الأمن حول الجثث. وإلا يمكن أن نقول أن عملية إنها كانت عملية ضخمة استهدفت 4 أماكن وبتخطيط أكيد مسبق، ولكن النتائج أقول مرة أخرى للأسف الشديد قطرة واحدة هي شيء كثير، ولكن هذا لا يعني أن هناك خلل. ربما ليس عدد الضحايا هو يعني ما يحدد المكان الذي تم استهدافه والوصول إليه، ربما يطرح هذا السؤال إلى أي حد الآن اخترق الأمن في هذا تحديدا في إقليم كردستان الذي نعم لسنوات طويلة بالأمن، وبالتالي ما الرسالة التي يراد أن توصل من خلالها؟ قبل أن أقول رسالة للمعلومات، مقر الأمن العام يقع على واحد من الشوارع الرئيسية، ولكن الممشى مكان مشي الناس عريض بعض الشيء، لذلك أنا شخصيا أمر من هذا المكان يوميا، بمعنى أنه ليس في مكان معزل منعزل لكي تكون هناك، المكان مفتوح للجميع. الرسالة بتصورنا تزامنها مع إعلان النتائج يعني أنه تم التخطيط للقيام بمثل هذا الشيء قبل إجراء الانتخابات. كردستان كما أعتقد لاحظ الجميع خاضت تجربة ناجحة أثبتنا للجميع أن يمكن في الشرق الأوسط في بقعة في مكان ما في الشرق الأوسط أن تكون هناك انتخابات، أن يكون قبول بالنتائج وأن يصر الجميع على أنها خطوة نحو ترسيخ التجربة الديمقراطية. الرسالة هي لكل من يرفض هذا الاتجاه، لكل من يريد لمنطقتنا أن تعيش في ظل بعيد عن ما هو ديمقراطي. لذلك هي في الحقيقة رسالة إلى التجربة الديمقراطية، وللأسف الشديد استهدفنا نحن الذين نقوم بهذه التجربة. سنتحدث عنها وإلى أي حد هي يعني هذه الرسالة معنية فعلا وتريد إيصال بما يتعلق بالانتخابات التي جرت في إقليم كردستان العراق. سنتحدث أيضا عن هذه التفاصيل مع ضيفنا الذي ينضم إلينا السيد يوسف زوزاني، وهو كادر في حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، معنا عبر الهاتف من السليمانية. أهلا بك سيد زوزاني. ستبقى معنا كذلك السيد برواري، ونتحدث أيضا في إطار هذه العملية من الناحية التي تمت والتنفيذ وإلى أي حد هي وصفت بأنها ذات دقة عالية. سنتحدث ونتابع تفاصيل تنفيذ المهاجمين للتفجيرات في هذا التقرير. في البداية حاول انتحاري يرتدي زيا عسكريا ويقود سيارة مفخخة أن يدخل إلى مديرية الأمن العام الكردي في أربيل، لكن تصدى له أحد رجال الأمن العام وأطلق عليه النار ما أدى إلى انفجار السيارة. بعد هذا الانفجار اقتربت سيارة إسعاف مفخخة أيضا يقودها انتحاري، فاعترض طريقها رجل أمن آخر، لكن الانتحاري نجح في تفجير نفسه مع سيارة الإسعاف. ثم أعقب الانفجارين هجوم بواسطة 4 انتحاريين مسلحين حاولوا اقتحام المديرية، فدارت اشتباكات مع رجال الأمن ما أدى إلى مقتل المسلحين 4 قبل بلوغهم أبواب المديرية.
وأبدأ معك سيد زوزاني، ما شاهدناه عن هذه العملية يعني نفذت بتنسيق ودقة عالية وحرفية عالية وتشبه ما تقوم به أو يقوم به تنظيم القاعدة. هذه الطريقة هل تضيق دائرة الاتهام؟ ويسأل لماذا يراد أن يضرب إقليم كردستان العراق اليوم وبهذه الطريقة؟ تحياتي لكم ولمشاهديكم وكذلك لضيفكم الكريم في أربيل. قبل أن أبدأ أريد عن طريق قناتكم أن أناشد الأخوة في المحافظات الأخرى في العراق وكذلك الحكومة المركزية الذي كانوا يلوموننا على بعض الإجراءات الأمنية التي كنا نتخذها على المعابر بيننا وبين المحافظات الأخرى وبيننا وكانوا في كثير من الأحيان يقولون أنكم تتصرفون كأنكم دولة داخل الدولة. القضية ليس كذلك، القضية كما تفضلتم أنتم أن الإرهاب يضرب في كل مكان في بعض المحافظات العراقية، وهذه كانت إجراءات طبيعية نحن نتخذها. فأرجو بعد هذه الحادثة أن يتفهموا وضعنا، أن يتفهموا الإجراءات الخاصة التي يقوم بها إقليم كردستان العراق في داخل الإقليم وحتى على العراقيين أنفسهم الذين يتبعون أيضا لخارج الإقليم. هذا موضوع ربما آخر، ولكن يمكن الانتقال أكثر أنه رغم هذه الإجراءات لم تحل دون الوصول إلى دخول الإرهاب وضربه لمكان أمني عالي بهذا المستوى، صحيح؟ أنا حسب ظني بأن المحاولات لم تتوقف طوال السنين الماضية، ولكن كانت في كثير من الأحيان تكشف، والأجهزة الأمنية كانت تحاول دائما أن تكشف هذه العمليات قبل الوصول إلى كردستان. رأيي أن هذه العملية استغلت الوضع الانتخابي الذي جرى في كردستان وخاصة وجود العديد من الصحفيين الأجانب والعرب وكذلك من آلاف من المراقبين من الجامعة العربية إلى الدول الأجنبية. وقد تكون في هذه الحالة الأجهزة الأمنية قد تفاعلت قليلا في بعض، أتصور أنهم قد يكونوا استغلوا هذه الناحية، ولكن كما ذكر الأستاذ سلام هم لن يفلتوا أبدا ولن يستطيعوا أن قوموا بكل ما يريدونه. والذي جرى اليوم هو كان خارج المقر على 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 الشارع العام، ولكن كما قلت المهم ان الاجهزه الامنيه يجب ان تمنع هذه المحاولات قبل دخولها الى الاقليم. ثم لماذا في هذا الوقت ولماذا هذه الجماعه؟ هذه قضيه طويله، لان أولا كل الأنظمة الدكتاتورية في المنطقة لا يمكن أن تهضم التجربة الديمقراطية في كردستان العراق، هذه ناحية. من الناحية الأخرى كل الدول التي تتقاسم كردستان والتي ليس لديها إيمان بحل القضية الكردية حلا ديمقراطيا عادلا عن طريق المفاوضات أيضا لا يهمها أبدا هذه التجربة الناجحة. طيب تبقى معنا سيد زوزاني. أن كردستان نعم تفضل. الشيء الثالث أن كردستان أصبحت مثلا وساحة للتعايش بين جميع القوميات والديانات والطوائف، وليس هناك عندنا أي مشكلة لا قومية ولا طائفية ولا مذهبية، والذي يأتي إلى كردستان يعرف ذلك جيدا. يعني حتى داخل أحزابنا وداخل السلطة في الوقت الذي ترين بأن في بعض الأحيان يحاولون إشعال الفتنة الطائفية وخاصة بين الشيعة والسنة، هنا في كردستان لا تدري من هو شيعي ومن هو سني، لا توجد عندها. هذه كلها تستفز أولئك الذين يريدون إسقاط هذه التجربة. أشكرك سيد يوسف زوزاني الكادر، أنت كادر في حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، كنت معنا عبر الهاتف من السليمانية. ونعود إلى أربيل وإلى ضيفنا هناك سيد عبد السلام برواري. إذا كان كما قلت وكما قال ضيفنا السيد يوسف زوزاني، المقصود هي رسالة موجهة إلى الديمقراطية التي تجلت فيها الانتخابات الأخيرة في الإقليم، هذا يضيق دائرة الاتهام، يبعد الترجيح إلى أن القاعدة قد تكون هي من نفذت هذا الهجوم؟
لا، أنا في الحقيقة من الناس الذين يعتقدون بأن كلمة القاعدة هي توسيع وتعميم يطلق على كل عمل إرهابي. لا أدري بالضبط هل هناك فعلا تنظيم له كل هذا الاتصال وهذه الفروع. هذه جماعات، كل جماعة لها هدف معين. أنصار الإسلام يختلفون عن النقشبنديين، هم يختلفون عن البعث، هؤلاء يختلفون عن غيرهم. هذه لكن الذي يجمعها كلها هو عدم القبول بالآخر، هو الاستحواذ، هو نفي الآخر وإلغائه، وبالنتيجة بالطبع فوق الجميع هو عدم إيمانها بالديمقراطية وخوفها من أن لنقل ينتشر نور الديمقراطية في المنطقة. وكما ذكرتم أنتم ويشهد الناس أنه في كردستان هناك أجواء مختلفة. نحن منذ 4000 سنة نعيش مع بعض، هناك اليزيدي والتركماني والكردي والعربي والمسيحي والمسلم، وهي طبعا من العوامل التي تسهل أن يتم تقبل المبادئ الديمقراطية. طيب. لذلك حتى في المنطقة، أنا لست من الناس الذين يطلقون اتهامات، ولكن هناك ناس لهم مشكلة مع الديمقراطية، هناك ناس لهم مشكلة مع حقوق الإنسان، هناك ناس عندهم مشكلة مع غير العربي، وهناك ناس عندهم مشاكل مع الديمقراطية. لذلك هؤلاء كلهم القسم عنده كل هذه الصفات. مع هذه التفاصيل ايضا، وايضا المشهد يعني المحيط في العراق وتحديدا الملف السوري، خصوصا انه مستشار رئيس الحكومه قال انه لربما صدايا الازمه السوريه اصابت اقليم كردستان، وهناك بيان ربما غير مؤكد ل يعني تنظيم دوله العراق والشام يتبنى هذا التفجير. بكل الاحوال سنتابع معك سيد عبد السلام برواري، ونتوسع ايضا في دائره ربما العلاقات التي يعني تربط اقليم كردستان العراق. هذه التفجيرات التي ضربت عاصمة الإقليم تأتي وسط توترات إقليمية كبيرة ولا سيما في سوريا، لكن في المقابل أرست حكومة كردستان العراق علاقات مستقرة مع دول الجوار. حسن حجازي. نأت كردستان العراق بالإقليم عن أزمات الجوار، يتباهى الكرد هنا بإنجاز الانتخابات البرلمانية وسط التوترات الإقليمية بالرغم من الخشية من فوضى جراء النتائج. الفرز الأولي أظهر تراجع الاتحاد الوطني بزعامة الرئيس العراقي جلال الطالباني مقابل تقدم حركة التغيير المنشقة عنه بقيادة نشروى مصطفى خلف الحزب الديمقراطي التابع لرئيس الإقليم مسعود البرزاني. لكن الاختلاف داخل البيت الكردي مهما بلغ قد لا يؤثر في طبيعة علاقات أربيل مع الجيران. زيارة رئيس الحكومة العراقي إلى الإقليم قبل 4 أشهر نزعت فتيل الصدام على الأرض. فتح نور المالكي باب الحوار الجدي حول ميزانية الإقليم والمناطق المتنازع عليها وتصدير النفط إلى تركيا. إلى جانب خطوط البترول مدت الجسور بين إربيل وأنقرة على نحو غير مسبوق من بوابة الاقتصاد. حجم التبادل التجاري بين الطرفين بلغ 10 مليارات دولار نهاية العام الماضي، فضلا عن منح الشركات التركية امتيازات في مجال إعادة الإعمار. هذا التطور دفع المسؤولين الكرد العراقيين إلى الدخول في وساطة بين الحكومة التركية وحزب العمال الكردستاني. من البوابة الاقتصادية نفسها توطد طهران علاقتها البراغماتية مع إربيل. حجم التبادل التجاري بين كردستان العراق وإيران يبلغ سنويا 4 مليارات دولار. قبل شهرين وزير الإعمار والإسكان الكردي تحدث عن اتفاقية تشمل إنشاء مدينة صناعية مشتركة وتأسيس شركة مشتركة في مجال النقل والإنتاج والسياحة والخطوط الجوية. على النحو نفسه تسير إربيل في سوريا. لم تتدخل كردستان العراق في الأزمة السورية، لكنها بدأت تتحمل تبعاتها جراء تزايد أعداد النازحين. الحرب بين المقاتلين الكرد والتنظيمات الإسلامية في المعارضة السورية قد تزيد الأعباء على حكومة كردستان وتجعلها تتخذ قرارات باهظة الثمن. مجددا إلى السيد عبد السلام برواري. سيد برواري، هي مرحلة حساسة تعم المنطقة وأيضا بالنسبة لإقليم كردستان العراق، خصوصا أنه قريبا سينتهي مد أنابيب النفط من كردستان إلى تركيا، ما يجعل الإقليم بعد تصدير النفط إلى هناك عنده اكتفاء ذاتي. هذا بالحسابات أيضا كيف يمكن أن يكون عامل لاستهداف أمن الإقليم؟ نعم، أولا في الحقيقة مسألة الأنبوب هي رد فعل
على تهديدات السيد الشهرستاني وحكومة بغداد بقطع جزء من الميزانية وحتى امتناعها خلال ما يزيد على سنة ونصف عن تزويد الإقليم بحصته من المحروقات. لذلك الحكومة في إقليم كردستان كانت صريحة جدا عندما أعلنت على لسان رئيس الوزراء السيد شيروان برزاني أننا مضطرون إلى إرسال بعض النفط الخام المستخرج إلى تركيا لكي نأخذ بدلا عنه الوقود. حتى موضوع الأنبوب سيصبح فعلا إشكالية حسب القوانين الدولية، ولكن لو أصدرت بغداد قانون النفط والغاز المطروح على البرلمان منذ 2007 والذي تم قبل أيام تأجيله إلى الدورة القادمة، لو تجاوبت بغداد مع العقلية التي يجب أن يواجه بها الدولة الفيدرالية وصلاحيات الأقاليم وإلى آخره، لكان من السهل جدا أن يعتبر مد هذا الأنبوب إنجازا عراقيا، لأنه سيفتح طريقا إضافيا لنقل الغاز والنفط. ولكن فعلا إذا لم يتم التفكير بالسير في هذا الاتجاه سيضطرنا إلى أن نستخدمه بما لا يقبل به، وخصوصا أنه نسأل عن تداعيات هذا الاستهداف اليوم على ربما البعيدة أو القريبة على الإقليم، تحديدا لسمعة الإقليم والذي يعني ترتفع فيه الاستثمارات الأجنبية خصوصا بما يتعلق بقطاع النفط، إلى أي حد سيؤثر؟ نعم، في الحقيقة الازدهار في كردستان هو في كل المجالات، وبالتأكيد يعني ذكر زميلكم الأرقام فيما يخص ميزان التبادل التجاري مع كل من تركيا وإيران، وهو للأسف الشديد يقع لصالح الاستيراد وليس هناك تقريبا شيء يذكر في مجال التصدير. ولكن هذا الموضوع هو عامل أهم. لا، النفط هناك اتهامات، يعني ليس هناك إثبات بأن الكرد يصدرون النفط كنفط. في الحقيقة ليس هناك، أنا حسب معلوماتي كعضو برلمان خلال 4 سنوات، هذا يدخل في عالم الاتهامات. ولكن ما أشرت إليه من قول رئيس الوزراء بأننا مضطرون إلى إرسال قسم من النفط، صحيح. هذا شيء علني وليس هناك شيء. أنا أردت أن أقول أن ما يذكر أحيانا حول الكمية الكبيرة من الأموال التركية والإيرانية التي تضخ في إقليم هي في الحقيقة ليست تهمة، بل هي دليل على أن هناك استقرار وهناك الثقة بالنظام. ولذلك كنا نسأل إلى أي حد ربما ستتأثر سمعة هذا الاستقرار في إقليم كردستان العراق انطلاقا من هذه التفجيرات. أشكرك، انتهى الوقت حقيقة سيد عبد السلام برواري عضو البرلمان الكردستاني. أوكي. كنت معنا مباشرة من أربيل. قلل الرئيس السوري بشار الأسد من الدور الأوروبي في مؤتمر جنيف 2، وفي مقابلة مع قناة تلفزيونية إيطالية قال الأسد إن الدول الأوروبية غير قادرة على القيام بدور في هذا المؤتمر، وقال أيضا إن التقارب الأمريكي الإيراني سيكون إيجابيا بالنسبة إلى سوريا. انضممنا إلى معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية قبل صدور هذا القرار. الجزء الأساسي من المبادرة الروسية مبني على إرادتنا القيام بذلك، لذا الأمر لا يتعلق بالقرار بل بإرادتنا نحن. بالطبع نحن نملك الإرادة، لأننا في عام 2003 قدمنا مقترحا لمجلس الأمن لتخليص منطقة الشرق الأوسط برمتها من الأسلحة الكيميائية. مع عودة الحديث عن انعقاد مؤتمر جنيف 2 تسارعت وتيرة التصريحات الصادرة عن أطراف الأزمة السورية. الانقسامات تزايدت بين أعضاء الائتلاف المعارض بشأن المشاركة. وزير الخارجية السوري يرفض أن يحضر المؤتمر من طالب واشنطن بضرب شعبه في سوريا. وبين الطرفين تؤيد معارضة الداخل عقد المؤتمر سريعا لإيجاد حل للأزمة. محمد محسن. لم يكد الحديث يبدأ عن انعقاد أكيد لمؤتمر جنيف 2 حتى بدأت أطراف الأزمة السورية بعرض تصوراتها لشكل الحوار والمشاركين فيه. نعم، هناك معارضة وطنية موجودة داخل سوريا ولديها أحزابها، هذه الأحزاب يجب أن تمثل في جنيف وليس الائتلاف. ليس الائتلاف، لأنه بسبب بسيط، الائتلاف لا شعبية له في سوريا
وقد خسر كثيرا في أعين السوريين عندما طالب الولايات المتحدة بضرب سوريا عسكريا، بمعنى أنه طالب بضرب الشعب السوري. رفض المعلم مشاركة الائتلاف يشاطره فيه أعضاء من داخل الائتلاف نفسه حتى وإن اختلفت الأسباب بين الطرفين. إعلان أحمد الجربة موافقته على إرسال ممثلين عن الائتلاف إلى جنيف قابله عدد من أعضاء الائتلاف بالرفض القاطع. إذا أراد أن يخضع فعليه أن يستقيل ويذهب، أو أن يغير إرادتنا أو يقنعنا، أو نستقيل نحن. يعني ما في حل ثاني، يعني إحنا ما معقول نوقع وثيقة ونروح نخونها ثاني يوم. أمريكا أولا وأوروبا ثانيا والروس ثالثا يريدون تحقيق المصالح الروسية والإيرانية والإسرائيلية والأمريكية على حساب الشعب السوري والدم السوري. الدول العربية مغتاظة، الدول الأوروبية مغتاظة من اختطاف الموضوع بهذا الاتجاه. معارضة الداخل إن عبر هيئة التنسيق أو عبر تيار بناء الدولة أعلنت تأييدها انعقاد مؤتمر جنيف 2، فالأهم قبل تحديد المشاركين هو البحث عن حل للأزمة السورية. أنا لا أعلق كثيرا على كلام الائتلاف لأنه ليس سيد أمره ولا 1%، فهو يعني جهة مفبركة من بعض العواصم الإقليمية وكذلك واشنطن وباريس، وبالتالي هم السيادة أمره. على أن ذلك لا يعني موافقة تيار بناء الدولة على مقاربة وزير الخارجية وليد المعلم. بما هذا المعنى لماذا يذهب إلى جنيف؟ إن كان سينشئ حوارا سوريا سوريا مع معارضة الداخل أو المعارضة الوطنية وأحزابها كما يقول، فلماذا يذهب إلى جنيف؟ وإن كان يريد أن يفاوض بجنيف تحت سقف الدستور وأن يبقى الأسد رئيسا للدولة حتى عام 2014 وأن يترشح فيما بعد، إذن على ماذا سنتفاوض إن كنا معهم في جنيف؟ صارت جنيف كلمة سحرية يعول عليها في حل الأزمة السورية، وإن كان المكتوب يقرأ من عنوانه فإن شد حبال بين أطراف الأزمة من السوريين قد بدأ. كل طرف يسعى إلى الجلوس على الطاولة مع أكبر قدر ممكن من الحلفاء وأقل عدد من الخصوم. ومن الجزائر ينضم إلينا عضو المجلس الوطني السوري المعارض ورئيس الكتلة الوطنية السورية السيد سمير سطوف. أهلا بك سيد سطوف، أنت معنا عبر خدمة سكايب إذن من الجزائر. بين موافقة السيد أحمد معاذ الخطيب واليوم سيد أحمد الجربة للذهاب أو المشاركة في مؤتمر جنيف 2 اختلفت معطيات كثيرة وعادت الخلافات داخل جسد المعارضة. إلى أي حد هذا الجسد اليوم متماسك على موقف وصورته غير متأثرة دوليا؟ يعني هو في الحقيقة علينا أن نعترف بوضوح أن هناك وجهات نظر متباينة في بين صفوف المعارضة، هذه حقيقة واقعة وملموسة، وهذا يعني أنا أعتبره أمر طبيعي، جو طبيعي. نحن نعيش حياة ديمقراطية يستطيع فيها أي معارض أن يعبر عن وجهة نظره بارتياح واطمئنان دون أن يخشى من الاعتقال، بينما بالمقابل في لا يستطيع أي أحد من أطراف النظام أو حتى من المعارضة المفبركة على مقاس النظام أن يعبر عن وجهة نظره، إلا لا يستطيع إلا أصلا أن يتماهى مع خطاب رسمي للنظام. يعني لكن جميع أطراف المعارضة أختي الكريمة متفقة هنا أدنى لبعض على إسقاط هذا النظام بكافة رموزه ورأسه، ليس هناك خلاف حول هذه النقطة. لا يوجد خلافات جوهرية في الرؤى بالنسبة عندما يقول أحمد الجربة رئيس الائتلاف المعارض سنذهب إلى مؤتمر جنيف وهناك من يؤيده وهناك من يقول يعني يوصف بأنه يجب أن يستقيل ولا يمكن الذهاب حتى إلى مؤتمر جنيف 2، هذا لا يوحي بأن هناك خلاف جوهري؟ أنا لم أقل أنه ليس هناك خلاف، هناك تباينات حقيقة واضحة، وبغض النظر عن اتفاقي أو معارضتي لرأي رئيس الائتلاف أحمد عاصي الجربة، لكن أحمد عاصي الجربة أردف تصريحه قائلا الاتفاق على رحيل هذا النظام والاتفاق على حكومة كاملة الصلاحيات، مع أنني لست مع هذا الرأي، لكنه ليس هناك خلاف ضمن صفوف المعارضة حول
مآل جنيف، المآل النهائي لجنيف. لكن المشكلة في من يعني ربما لم تصلوا إلى مرحلة الدخول في تفاصيل مؤتمر جنيف، شكل المعارضة كل الصورة تبدو مهتزة أكثر فيما نرى اليوم. يتحدث الرئيس السوري بشكل واثق ويقول كلام له علاقة بالدول الأوروبية ويقول سنذهب ومن لن يذهب. أيضا وزير الخارجية السوري بدأ واثقا يقول كلفت واشنطن بجلب المعارضة. هذه الصورة واثقة للحكومة السورية مقابل هذه الصورة للمعارضة، إلى أي حد ستكونون مكان يعني احترام بهذا الرأي؟ سيدتي الكريمة، يعني تصريحات وليد معلم والثقة الزائدة عن النفس والذي لا أستطيع أن أفهم مبعثها من قبل بشار الأسد لا يمكن الركون إليها، لأن وليد معلم أراد اليوم أن يستفز بتصريحاته الاستفزازية. نحن لن نقبل أن يشارك أحد من أطراف المعارضة الذين يعني وافقوا على الضربة الأمريكية لسوريا. طبعا هو يماهي بين النظام وسوريا، ما في طرف من أطراف المعارضة كان وافق على الضربة العسكرية لسوريا. يعني هذه كرد على وليد المعلم، المعارضة السورية قالت نحن مع الضربة لأوكار القرار في النظام السوري ومجمعات تنفيذ هذه القرارات. نحن ضد أيضا عسكرية أمريكية للبنى التحتية في سوريا أو لأي مواطن مدني سوري سواء كان موالي أو معارض. سيد سطوف، ربما من المختلف اليوم بالثقة للحكومة السورية هو ما تغير في السياسة وأيضا في الميدان، وتبقى معنا ونتابع بهذا الإطار في التقرير الآتي لو سمحت. وتبقى معنا سيد سطوف أنه الخلافات بين المعارضة السورية لا تنحصر في الإطار السياسي فقط، بل ربما يكون هذا الجزء هو الأقل أهمية من الصراعات الدائرة بين فصائل المعارضة على مصادر النفط والمعابر الحدودية. الصراع على النفط والمعابر والنفوذ بات على رأس المواجهات بين الفصائل المسلحة في سوريا، فبعد المعارك بين الجيش الحر ودولة الإسلام في العراق والشام أغلقت تركيا معبر السلام شمال أعزاز. هذا المعبر الذي يتميز بمرور البضائع التجارية يعتبر باب حلب الشمالي نحو تركيا. أما في الشرق حيث مناطق الإنتاج النفطي، فشهدت مدينة البوكمال الحدودية مع العراق اشتباكات بين كتيبتي الله أكبر والبراء على خلفية اقتسام حمولات نفطية. جبهة النصرة تسيطر على بعض الآبار في تلك المنطقة وتبيع النفط الخام لمن يدفع، إلا أن عملية النقل تخضع لابتزاز فصائل معارضة أخرى قبل أن يصل النفط إلى مكانه المحدد. في الرقة أيضا نشب خلاف بين داعش وجبهة النصرة بسبب النفط، كما شهدت الحسكة اشتباكات بين لواء القعقاع وداعش في منطقة الشداد. ليس النفط وحده يسبب المعارك بين الفصائل المسلحة. في دير الزور اشتبك لواء غرباء الشام من الجيش الحر مع جبهة النصرة وفصائل أخرى بعد الاختلاف على تفكيك معامل الغزل والسكر والورق وغيرها والتي جرى نقلها وبيعها. أما في مدينة الطبقة فنشأ صراع بين لواء المنتصر بالله التابع للجيش الحر مع داعش على خلفية السيطرة على معبر سد البعث المؤدي إلى حلب وحما. الصراع أفضى إلى سيطرة داعش على ما يمر عبر هذا المعبر الإلزامي. المعارك على النفوذ والاقتصاد وصلت إلى معبر تل أبيض الحدودي مع تركيا. المعبر شهد مواجهات بين مسلحي المعارضة بسبب الحركة التجارية وما فرضوه من دفع أموال لا تخضع لأي معايير. العودة إليك سيد سطوف، نسأل أنه إذا بالسياسة سوريا أعطت ربما أو تخلت عن الكيمياء وربحت في السياسة، في الميدان الجيش السوري يتقدم على أكثر من محور، كان في القصير ريف دمشق ويحافظ على العاصمة، في المقابل تخسرون على الأرض حلفاء من القوى التي تعمل على الأرض، وتخسرون أيضا يخسر الائتلاف الاعتراف به. هل أنتم داخل المشهد اليوم؟ نعم سيدتي، حتى نلقي الضوء بدقة، يعني عندما تسمين هؤلاء حلفاء للائتلاف ولا، يعني علينا أن نبين بوضوح أن داعش أو دولة العراق والشام هي واحدة من البنات الشرعيين للنظام السوري والمدعوم من النظام الإيراني عن طريق العراق.
أصبح واضح أن إيقاع حركة وحركة دولة العراق والشام هي منصبة تماما على إيقاع خدمة النظام، وهي يعني قلناها منذ زمن وأمد طويل وبعيد، منذ أوائل عام 2012 عندما كانت جبهة النصرة وداعش في يعني جبهة واحدة. الآن الغربلة حدثت، هناك أطراف في جبهة النصرة تجاهد حسب فهمها. طبعا أنا ضد كل من يحمل فكر شمولي على الإطلاق أيا كان، وأولهم النظام السوري، يعني هو حزب وضحت هذه الصورة سيد سطوف. بقي دقيقة لكن أود أن أفهم، هل أنتم ما زلتم في المشهد وفقا لهذه المعطيات والتطورات لصالح على الأرض لتقولوا نذهب أو لا نذهب أو نريد أو لا نريد؟ نعم، نحن نمتلك الثوار على الأرض، يمتلكون كافة أوراق فرض الوجود والذات، ويتقدمون في العديد من المناطق في ريف حما وفي ريف دمشق وفي الغوطتين. فقط أقول حول أبار النفط والتقرير الذي قدمتموه، كيف يصل هذا النفط إلى بانياس وحمص؟ هناك يعني اتفاق ضمني بين داعش والنظام السوري والمحرك الأساسي للتنظيمات المتطرفة حقيقة التي تمارس. لكن كل المناطق التي ذكرتها سيد سطوف هناك تواجد لداعش ولجبهة النصرة وهناك سيطرة لهم، بالتالي لا يوجد لكم هذه السيطرة الكبيرة. تأثير هذه السيطرة، تفضل. السيطرة في ساحات المواجهات الأساسية، نحن لا نتكلم الآن عن البعد الاقتصادي، كل هذا يمكن حله. أنا أقول السيطرة ورؤية الجيش السوري الحر الشمولية لساحات المواجهة هنا الأساس. أما المعارك الجانبية، تعرفين أن يعني داعش تخسر يوميا الحاضنة الشعبية، ولم يعد يعني ممارساتها وسلوكها ينطلي على أحد. طيب، هي في خدمة النظام بالكامل. أشكرك سيد سمير سطوف، عضو المجلس الوطني السوري ورئيس الكتلة الوطنية السورية، كنت معنا عبر خدمة سكايب من الجزائر. بعض المعابر الحدودية لسوريا تشهد حالة كر وفر بين مسلحي المعارضة، فيما تشهد معابر أخرى اشتباكات بين الجيش السوري والجيش الحر، في حين هناك معابر تخضع لسيطرة الجيش السوري بالكامل ولم تشهد أي مواجهات منذ اندلاع الأزمة. رويدة أبو عيد تطلعنا على خارطة المعارك على منافذ سوريا البرية. أهلا بكم. معركة السيطرة على منافذ سوريا البرية سبب رئيس في تأجيج الصراع على النفوذ. في بداية الأحداث اقتصرت المعارك على الجيش السوري والجيش الحر، أما اليوم فأطراف كثيرة دخلت خط المعارك وأصبح الصراع على المعابر أكثر تعقيدا. سنبدأ من الأردن التي تزيد حدودها مع سوريا عن 370 كيلومترا. معارك عنيفة اندلعت بين الجيش السوري والمجموعات المسلحة للسيطرة على المعابر بين البلدين، انتهت كما أعلنت المعارضة بسيطرتها على معبر الجمرك القديم المجاور لمدينة الرمثة الأردنية، كانت تمر من خلاله تجارة بقيمة مئات ملايين الدولارات. يقع الجمرك على بعد كيلومترات من معبر نصيب المجاور لقرية المفرج الأردنية، وهو أكبر المعابر بين البلدين وما زال تحت سيطرة الجيش السوري. في المقابل يقوم الجيش الحر بمساع لإقناع جبهة النصرة بالابتعاد عن المنطقة لطمأنة الحكومة الأردنية التي تعتمد حتى الآن سياسة النأي بالنفس فيما يخص معارك المعابر. شرقا إلى العراق تمتد الحدود البرية نحو 600 كيلومتر، يقع أكثر من نصفها تقريبا في محافظة الأنبار. معبرا البوكمال والعربية شمال العراق تحت سيطرة الجيش الحر. البوكمال يفصل مدينة القائم العراقية عن مدينة البوكمال السورية، ويعد من الطرق التجارية الرئيسة في الشرق الأوسط. أما معبر التنف فما زال تحت سيطرة الجيش السوري. إلى تركيا شمالا تستعر معارك المعابر بما أنها الحدود الأكثر جاذبية للمعارضة السورية. المعابر تحت سيطرة الجيش الحر. معابر تل أبيض، جرابلس، وباب الهوى الذي يعتبر بوابة تركيا على محافظة إدلب. قامت السلطات التركية منذ أيام بإغلاق معبر باب السلام. اندلعت اشتباكات بين مقاتلي الدولة الإسلامية في العراق والشام داعش ولواء عاصفة الشمال التابع للجيش الحر.
أما في لبنان فما زالت الحدود عصية على المعارضة السورية، يسيطر الجيش السوري على كافة المعابر بين البلدين. السيطرة على المعابر الحدودية تعني الكثير بالمنظور العسكري، هي ممر المقاتلين والأسلحة والمساعدات بكل أنواعها، إضافة إلى الاستفادة من عوائد التهريب، كلها مكاسب استراتيجية تسعى كل الأطراف المتصارعة في سوريا إلى تحقيقها لصنع الفرق في سير المعارك. وإلى الملف الثالث في المسائية، عن القلق الإسرائيلي من تقارب الإيراني الأمريكي، حيث توجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى الولايات المتحدة ليناقش غدا التقارب الإيراني الأمريكي مع الرئيس باراك أوباما وليلقي كلمة الثلاثاء أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة. القناة الأولى الإسرائيلية ذكرت أن نتنياهو سيوضح لأوباما الخطوط الحمراء لإسرائيل قبيل المفاوضات مع إيران. أما القناة الثانية فقالت أن نتنياهو يطلب من أوباما تجريد إيران من السلاح النووي كشرط لإلغاء العقوبات المفروضة عليها. القلق في إسرائيل إذن يتصاعد من إمكانية التقارب الأمريكي الإيراني، مسار قابلته إسرائيل بالتقارب مع دول خليجية. وقد كشفت صحيفة هآرتس عن لقاءات جرت بين دبلوماسيين إسرائيليين كبار مع نظرائهم من دول خليجية على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. نتنياهو إلى نيويورك لكشف الخداع، بهذا العنوان علقت صحيفة إسرائيل هيوم على زيارة رئيس الحكومة الإسرائيلية إلى نيويورك. هذه الصحيفة اختصرت المهمة الرئيسية لنتنياهو بالتوضيح بأن رسائل المصالحة الإيرانية ما هي إلا خداع، فالمسؤول الإسرائيلي يخطط لهجوم إعلامي بحسب الصحيفة في عدة وسائل إعلامية أمريكية للتأثير على رأي العام المحلي ولإظهار معارضته رفع العقوبات عن إيران. صحيفة بدورها اعتبرت أن الهدف من زيارة نتنياهو إلى نيويورك كشف ما اعتبرته الصحيفة الكذب الإيراني في الأمم المتحدة، فعنونت نتنياهو مستعد لتخريب الحفلة في نيويورك. هذه الصحيفة الإسرائيلية كشفت أيضا عن تقارب بين إسرائيل ودول خليجية كما يظهر في هذا العنوان. هآرتس قالت إن عددا من الدبلوماسيين الإسرائيليين الكبار التقوا الأسبوع الماضي في نيويورك مع نظرائهم من دولة الإمارات العربية المتحدة والأردن ودول أخرى في منطقة الخليج على هامش مداولات الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث قال مسؤول إسرائيلي كبير طلب عدم الكشف عن اسمه للصحيفة أن جميع الحكومات في الدول العربية المذكورة أعربت عن قلقها من التقارب الذي حصل بين الولايات المتحدة وإيران. وفي التفاصيل ذكرت هآرتس أنه فيما التقى وزير الخارجية الأمريكي جون كيري نظيره الإيراني جواد ظريف، توجه دبلوماسي سعودي إلى نظيره الإسرائيلي تساؤل ماذا يجري هنا. صحيفة معاريف بدورها حذرت من ازدياد فرص مهاجمة إسرائيل للمنشآت النووية الإيرانية، حيث قال معلق الشؤون العسكرية في هذه الصحيفة أنه ثمة مفارقة في أن فرص مهاجمة إسرائيل للمنشآت النووية الإيرانية في المدى المتوسط ازدادت بسبب أجواء المصالحة التي تهب بين إيران والولايات المتحدة. ومن رام الله ينضم إلينا أستاذ العلوم في جامعة القدس السيد أحمد رفيق عوض. أهلا بك سيد عوض. يقول نتنياهو قبيل مغادرته تل أبيب إلى نيويورك قال إنه سيتحدث الصدق والصراحة على الرغم من الخطابات الناعمة والابتسامات. أن تكون إسرائيل قلقة من التقارب الإيراني الأمريكي هذا طبيعي، لكن أن تكون متفاجئة وكأنها سمعت كما سمعت وكالات الإعلام هذا منطقي؟ إطلاقا هذا ليس منطق، هذا عمليا كعادة إسرائيل وربما وسيلتها الأكثر نجاعة في تهييج الرأي العام على إدارة أوباما وأي إدارة لا تريدها أو تزعجها، هي تعرف كل شيء. وكما قالت الصحف الإسرائيلية أصلا أنه حتى الاتصال بين أوباما وبين روحاني كانت إسرائيل على علم به. كل المسألة أن إسرائيل كما قلت يعني تعرف التفاصيل تماما، ولكن هذا القلق والقلق الحقيقي لإسرائيل أنه أمريكا تحاول أو تبدأ مسار جديد تعترف به بأنه إيران لها كقوة إقليمية في المنطقة ويجب التعامل معها، وهذا التعامل سيكون على حساب إسرائيل وعلى حساب بعض الدول الخليجية والعربية، وبالتالي من هنا هذا القلق. إسرائيل لا تريد هذا، لا تريد لأمريكا أن تعترف بإيران وكأنه دولة إقليمية ولها نفوذ. مكاسب هذا يعني بالنسبة لإسرائيل تكسب أكثر إذا ما نظرنا لمقاسب
قالته هآرتس، قالت أن هناك تقارب إسرائيلي خليجي عقب انفراج العلاقات ربما الأمريكية الإسرائيلية، قالت تقارب أكثر من حالة التقارب القائم، هذا ما قالته هآرتس تحديدا. هناك مكاسب إذن إيران إسرائيل تحصل عليها، هل هذا يرجح فكرة أنه كل هذا يعني فقط للإعلام والمكاسب لإسرائيل؟ التقارب الإسرائيلي الخليجي تقارب حقيقة ليس جديدا أصلا، وهو ما قالته آرد. كان هناك كلام عن تماما السؤال هو أنه وهنا القلق ربما الخليجي والإسرائيلي أيضا للأسف عندما نتحدث وكأنهما في سلة واحدة، وهم ليسوا كذلك ولا نرجو لهم أن يكونوا كذلك. القلق هو أنه هذا التنافس الدولي الروسي الأمريكي مثلا في الملف السوري، وكأن هناك إعادة تحالفات وإعادة استقطابات حتى داخل ما يسمى دول الربيع العربي. أمريكا نجاحها في سوريا نجاح دبلوماسيا ناعمة إن شئت في سوريا الناعمة طبعا المرافقة أيضا بالحسم والتهديد بالضرب، يبدو أغرى الإدارة الأمريكية بأن تمارس هذا الأسلوب أيضا مع إيران، بمعنى أن تصل معها إلى نتائج من خلال الاعتراف بإيران كقوة إقليمية. هذا مهم جدا، وهذا الذي يقلق ليس فقط إسرائيل وإنما أطراف أخرى، ولذلك إسرائيل لا تريد ذلك. إسرائيل إذا تم الاعتراف بإيران كدولة إقليمية في المنطقة ولا نفوذ وتملك السلاح النووي، وإيران تعتقد أن إسرائيل تعتقد أن إيران تطور سلاح نووي، إذا كانت إيران تطور سلاح نووي وتقترب منه، وهذا ما تقوله أيضا إسرائيل، عمليا إسرائيل سيحد من نفوذها وستفقد السيطرة على الشرق الأوسط، وهي السلعة العسكرية الأمنية التي تبيعها إلى أوروبا وأمريكا، أن إسرائيل هي الحليف الأكبر، هي التي تنفذ العمل القذر، هي التي هي الحليف الأكثر أمنا وإخلاصا لهذا الغرب، وبالتالي إذا إيران امتلكت هذا السلاح يعني أصبح لها الوقت والتغطية أن تمتلك هذا السلاح، إسرائيل عمليا تعرف أنها سينحسر نفوذها. لكن هل فعلا هي إيران النووية ما تقلق إسرائيل، بمعنى أنه سوريا تخلت عن السلاح الكيميائي ما يقلق إسرائيل، إن كانت إيران ليست في إطار وهي تقول علنا لن تتجه إلى السلاح النووي، إيران عندما يرفع عنها العقوبات ستكون قوية اقتصاديا، ستكون قوية سياسيا في المنطقة بعد أن تتنامى أو تتطور هذه العلاقات الإيرانية الأمريكية، ربما هذا يقلق أكثر من السلاح النووي. كلا الأمرين، وعلى فكرة أنت قلت مسألة مهمة جدا جدا، حتى لو قلنا حتى لو صدقنا التصريحات الإيرانية حول أنها لا تريد أن تمتلك النووي لأسباب أخلاقية إلى آخره إلى آخره، وهذا الكلام على فكرة يعني عندما نضعه في 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 مساره التاريخي سنجد أن هذا الكلام يعني قد يعني شيء آخر، لكن فرضا سنبتعد عن المسألة النووية، إيران ذات أسلحة يعني ترسانة أسلحة متطورة جدا، الجغرافيا تعطيها أفضلية، حدودها تعطيها أفضلية، اقتصادها يعطيها أفضلية، عمليا بدون النووي إيران تستطيع أن تكون مؤثرة جدا ومعها أوراق ضغط كبيرة جدا، وبالتالي هذه هي السياسة ربما هذا التوجه الأمريكي الجديد ضمن هذه الخطة الجديدة للشرق الأوسط كله، بمعنى أن إسرائيل يقلقها إيران النووية وغير النووية أيضا، لأن إيران تستطيع أن تكون لاعب قوي جدا ويستطيع أن يضع حد للنفوذ الإسرائيلي على المنطقة. وربما هذا ما يفسر الاتجاه ربما ليس للإدارة الأمريكية وإنما ربما للرأي العام الأمريكي الذي يبدو أنه يعني يتقبل إيران اليوم، إيران برئاسة حسن روحاني خطاب الاعتدال، وهو ما قاله التلفزيون الإسرائيلي والمحللين وأيضا السياسيين والأمنيين أنه ما ذكر اليوم عن الجاسوس ذي الجنسية الإيرانية هو إيران كما هي أيها الرأي العام الأمريكي، هذا وارد؟ بالمناسبة هذا الجاسوس الذي تم الإعلان عنه كان يحمل صور للسفارة الأمريكية في إسرائيل، وهذا يعني وكأنه جاسوس من درجة العاشرة، يعني جاسوس يحمل صور السفارة، هذا توقيت معين للإعلام. لكن أنا أريد أن أذهب إلى مسألة أنه الخطاب الجديد المعتدل، أنا برأيي أنه أيضا هذا الكلام يعني أيضا عندما نضعه في المسيرة التاريخية لنظام الثورة الإيرانية منذ عام 78 حتى اللحظة سنجد أن إيران وعلى عكس ربما كل الدول العالم الثالث
مختلف لا تحكمها شخصيات بقدر ما يحكمها أفكار ومؤسسات. وبالتالي يعني تيار روحاني رفسنجاني خاتمي هذا التيار وإن كان بدأ معتدلا وذو طبيعة نبرة منخفضة وخطاب ناعم ومقبول ربما من الغرب، أنا برأيي أنه إيران هي إيران المؤسسات، إيران طريقة حكم جديدة ليست للعالم الثالث، ولا حتى أمريكا نفسها تستطيع أن تتعامل معها كما تتعامل مع دول العالم الثالث. أنا برأيي أنه هذا لم يتغير تغير الإناء ولكن الشراب هو. بالتالي ومن هنا جنون نتنياهو وإسرائيل أنه لا تصدقوا روحاني، لا تصدقوا اللغة الجديدة، وإنما صدقوا السياسات القديمة والمبادئ الثابتة. وهذا أيضا سيتم تركيز عليه في الإعلام الأمريكي والإسرائيلي أيضا في الأيام المقبلة. وربما يكون يعني التركيز بالنسبة لخطاب نتنياهو في الجمعية العمومية للأمم المتحدة، ما الذي يمكن أن نسمعه من نتنياهو؟ سنسمع أنه إيران مستمرة في برنامجها النووي، وهو يقول أنه سيخرج وثائق تثبت أن القنبلة النووية قاب قوسين أو أدنى، وأنه على الغرب أن يبقي العقوبات على إيران ما لم يتم تجريدها من أسلحتها. ولاحظي هي أيضا سياسة استعمارية من الدرجة الأولى، أنه حتى تكون إسرائيل هي الأقوى في المنطقة يجب على كل جيوش المنطقة أن تكون تتحول إلى فقط يعني جيوش تحمل عصي. هكذا هي السياسة الاستعمارية التي تنفذها إسرائيل بدعم من هنا أو من هناك. المسألة الأخرى أنه أيضا سيشوه الفلسطينيين أيضا والمسيرة السلمية، ويقول أن الفلسطينيين ليسوا طرف في المفاوضات وأن إسرائيل ترجو السلام إلى آخره إلى آخره. عمليا سيسوق أكاذيبه المعروفة وسيقول أنه سيكون العالم الغربي على الأقل أنه أعطوني دائما مقاولة في الشرق الأوسط، أنا المقاولكم في الشرق الأوسط. هذا ما سيقوله وهذا ما سيدعو إليه. وربما يعني نشاهد الصورة الدائمة أنه إسرائيل هي ضحية الوجود في المنطقة. بطبيعة الحال سنرى هذا الخطاب الإسرائيلي تماما هي الضحية الأبدية، هي الضحية الأبدية، وأن على العالم أن يقدم له لهذه الضحية دائما اعتذاراته الأبدية، وأن يقدم لها الدعم الكامل باعتبارها الضحية الأبدية، الضحية الأخلاقية للعالم كله. هذا بالمناسبة إلى متى سيظل هذا المنطق يجوز على العالم أن إسرائيل هي الضحية الأبدية، وأن على العالم أن يعتذر لها دائما، وأن على العالم أن يحميها وأن لا يحاسبها. هذا منطق يجب أن يتوقف حقيقة، وهو ما نتمناه. أشكرك سيد أحمد رفيق عوض الخبير بشؤون الإسرائيلية، كنت معنا مباشرة من رام الله.